ده رف، رف حائط، رف حائط ب 295. في احجم منه، في الصغير ده 145. انه الغويط قوي ده، دي واحده كده ادراج، ادراج قماش 99. دي بتاع التلفزيون والمسيوه. طعم شماعات ب 140. غطا الحاف 2 كيس مخدة ب 1499. دي ترابيزة أكل قطع السرير. بس ايه؟ بكام؟ ب 299. ملايات سادة ومشجرة. بص على ده. غطا الحاف 299. طعم عدد. كل الحاجات دي كلها بس متينة قوي. شمات متينة جدا. ده ب 300 جنيه. دي مساحة 39 بتاعت ازاز، حلوة قوي. بكام دي؟ 49. 99 غالية. موزع صابون ب 129. ودي فوط 4 قطع. بس ده بلاستيك بس غالية ده. بلاستيك بس شكله ازاز. ده زي الاكريليك كده. ده ايه بقى ده؟ حط عليها الصابونة. دي مراية ب 299. حلوة قوي، عندي منها في البيت 95. حلوة قوي، عملية جدا. منشر 695. منشر 695. دي مشايات كده بس خفيفة قوي ب 329. هي ايه دي؟ كوبري حالات. حلوة قوي، من تحت ازاز. فوق فلتر ب 179. دي أباجورات في ب 599، نازلة من 799 و 599، بس حلوة قوي. في أشكال أكبر وأصغر. في اطباق زي كده ب 39، نازلة من 59 ب 39. نازلة من 59 ب 59.
حلوة الصينية دي. زي اللي عندنا 59. وده ب 129 بتحط فيه بونبوني، بتحط فيه اي حاجه. مش كده؟ لاقة 29. اهي كده فعلا كده. ترابيزات 695. هي دي الترابيزة اللي انا عايزاها، هي دي بالظبط. راس كده بلكونة دي ستاير يا دوب هتتحط على شباك المطبخ، شباك مطبخ، شباك حمام. غالية قد ايه بقى دي؟ حسب الخانة. 3 متر في 145. دي ستاير، عندهم ستاير. ده بوبي، ده فرو بيتحط كده على الانتري. ده بكام ده؟ ده غير طبيعي يا طبيعي. بكام ده؟ جلد خروف. جلد خروف ب 1000 جنيه. 1000 الا جنيه. الخروف نفسه ب 1000 جنيه. عندي منها في الدولاب دي شماعة الله حلوة أوي. 39. منبه ده بكام؟ 100. الله جميل أوي. بكام؟ 900. وده منظم، ده منظم بيدخل جوه المطبخ. مانكي ده الله حلو قوي. هو الكبير والصغير سعر واحد معقول؟